السلام عليكم. تفيد الأنباء الواردة من باب المندب وذباب بأن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة مع بقايا قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي في منطقة الجديد على الأطراف الشمالية لمديرية ذباب، وأن الجيش يقترب أكثر فأكثر من ميناء المخا. أنباء غير مؤكدة أفادت بأن الجيش أصدر تعليمات للمواطنين في مدينة المخا بتوخي الحذر والبقاء في منازلهم أو النزوح المؤقت إن أرادوا، وحذرهم من عدم السماح للقناصة بالتمركز في منازلهم. معلومات ينظر إليها المراقبون باعتبارها مؤشرات عن قرب تحرير ميناء المخا، ثاني أهم ميناء على ساحل البحر الأحمر، على طريق تحرير كامل الساحل الغربي لليمن من تواجد الميليشيا. وتوقع هؤلاء المراقبون بأن يكون لمعركة المخا أثرا كبيرا على معركة تحرير محافظة تعز التي تندلع فيها المواجهات العسكرية في المناطق الشمالية الغربية وتستعر أكثر في مديريتي مقبنة والوزعية. مشاهدينا الكرام، عن معركة المخا المنتظرة نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني، والتي نستضيف فيها الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذن الطريق إلى المخا كما يقال هي حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. نبدأ النقاش أستاذ نبيل بعد أن نشاهد هذا التقرير. الجيش الوطني يتجه حثيثا نحو ميناء المخا، فيما يعود أبناء مدينة ذباب تباعا إلى منازلهم بعد تطهيرها من الألغام. تحرير المخا عملية مفصلية في مسار المواجهة مع الانقلابيين الذين لطالما استخدموا هذا الميناء في عمليات لا تحصى من تهريب الأسلحة والسلع قبل الانقلاب وبعده، وانسحابهم مهزومين منها يفتح الطريق أمام مهمة تحرير الساحل الغربي. وقبل ذلك سيسمح بالانعطاف شرقا باتجاه مفرق المخا في قطع الامدادات الكبيرة التي يحصل عليها مقاتلو الميليشيا الموجودين في تعز. تحول مهم في مسار العمليات العسكرية التي تأخذ شكل الزحف والتطهير من وجود الميليشيا ومن مئات بل آلاف الألغام التي زرعها على طول الطريق المؤدي إلى المخا. مؤشرات قرب تحرير المخا قوية حتى هذه اللحظة، وسط أنباء عن تحذيرات من جانب الجيش لسكان المدينة بتوخي الحذر ومنع القناصة من التمركز في منازلهم، لكن لا مصادر رسمية تؤكد أو تنفي هذه المعلومات. أنجز الجيش الوطني حتى الآن المهمة الأكثر خطورة، وهي تحرير منطقة باب المندب إلا من جيوب لمقاتلي الميليشيا في سلسلة الجبال الواقعة إلى الشرق من المضيق. ولا شيء يعطي هذا الإنجاز بعده الاستراتيجي الكامل أكثر من تحرير المخا ومعها محافظة تعز، والاطمئنان على الظهير الجغرافي والبشري لهذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لليمن والملاحة الدولية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن نحاول قراءة هذه المعركة مع الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، برأيك يقال أن هناك يعني الطريق إلى المخا هي النقطة التالية للجيش، هل ستكون فعلا هي الوجهة الجديدة للقوات، وماذا بعدها إن تم؟ كان يفترض أن يسأل هذا السؤال بعد عامين من المعارك التي دارت في اليمن. عامان باعتقادي في مسائل العسكرية تعتبر مسافة زمنية كبيرة للحديث عن انتصارات أو الحديث عن إنجازات حقيقية على الأرض، لكن باعتقادي أنه فترة العامين الماضيان كفيلان بأن يتم إصلاح ما أفسدته الممحكات السياسية في الفترة الماضية أو الأجندات الغير واضحة فيما يتعلق بمصير المنطقة كلها، وليس فقط مصير اليمن. اليوم يدرك الإخوة في التحالف العربي كما تدرك الشرعية أيضا أنه الفترة الزمنية التي مضت فيها المعركة في اليمن أخذت أكثر بكثير مما كان مقدر لها، وفي ذلك يعد انتصارا لانقلاب سقط في لحظته الأولى. يعني الانقلاب الذي سقط في لحظته الأولى منذ عدم اعتراف المجتمع الدولي به وأيضا عدم قدرته على إدارة الوضع في اليمن، أنه ساقط هذا الانقلاب، وبالتالي أن يعيش هذه الفترة في ظل أنه انقلاب قد سقط، يعني هذه تعتبر في الحسابات الدقيقة والجيوسياسية تعتبر هزيمة لقوات التحالف العربي. هذه الحقيقة التي يجب أن تصل للتحالف العربي اليوم. أنا باعتقادي اليوم أنه مسألة باب المندب ومدينة المخا وذباب وهذه المناطق هي من أهم المناطق، أو من أهم، أنا أسميها بالثقب الأسود أو أسميها أيضا بالصندوق الأسود، لأنها تعتبر مناطق ذات صلة بنظام علي عبد الله صالح. أنا باعتقادي السيطرة على هذه المنطقة سيفتح لنا صندوق من المعلومات
الكبيرة والكثيرة والخطيرة من أين؟ حول تاريخ اليمن. هذه المنطقة صعد منها علي عبد الله صالح ومنه، وهذه الاستماتة اليوم الموجودة في هذا المضيق أو في هذه المعارك هي استماتة تنبئ على أن هناك شيء وراء هذا في هذه المنطقة لا يجب أن يكشف. يعني مثلا على سبيل المثال التقطت صور عن طريق الجوجل قبل أيام، وهي صور كانت موجودة لمناطق ليست هناك معلومات مؤكدة حولها، لكن هذه الصور تنبئ عن وجود هناك مناطق للتعدين واستخراج معادن في منطقة معزولة تماما عن العالم ولا يوجد فيها سكان، وهي أقرب منطقة جغرافية من أهم الممرات الدولية والبحرية. يعني هذه فقط واحدة من المناطق من المعلومات التي تشير وتؤكد على أن هذه المنطقة تمثل لغز كبير بالنسبة للمعركة الدائرة في اليمن، وبالنسبة لنظام علي عبد الله صالح الذي سقط وكان يفترض أن يهل عليه التراب قبل أكثر من عامين من الآن. أنا باعتقادي اليوم المعركة هي معركة مصير ووجود بالنسبة لنا كيمنيين. حتى وإن تأخرت أستاذ نبيل، يعني هل نقول بأنها اقتربت من المرحلة الأولى خاصة بعد تحرير أجزاء واسعة حتى تصل إلى المخا؟ المعركة لا يعزوها نقص الإمكانيات ولا يعزوها المقاتلين ولا يعزوها شيء، مثل ما يعزوها وجود عدم وجود شفافية واضحة في التعاطي مع مسألة هذه المعارك فيما يتعلق بعدم وضوح الرؤية الكاملة لماهية هذه المعركة. أنا باعتقادي أن المعركة باب المندب هي المعركة التي سيقرر في ضوئها معركة المخا مصير الانقلاب في صنعاء. صنعاء في هذه الحالة ستبقى مجرد مدينة محاصرة حتى وإن طال أمد حصارها، في الأخير هي ستسلم دون قتال، لأنه في صنعاء بالأخير هي مؤسسات الدولة هناك، وكانت إيرادات اليمن كلها تقبى إلى صنعاء، وبالتالي من يسيطر على هذه الأطراف قادر على أن يتحكم بالوسط. لكن حينما تفقد صنعاء هذه الأطراف وقد فقدت أشياء كبيرة منها شمالا وجنوبا، بقى هذا المنفذ الاستراتيجي والمهم فيما يتعلق بمسألة التهريب وفيما يتعلق بمسألة تهريب الأسلحة، وأيضا العلاقات المخابرات الدولية في هذه المنطقة. أنا باعتقادي إذا تم تحريرها في هذه الفترة، أنا باعتقادي أنه سيتم قطع شوط كبير من مسألة استكمال المعركة، سواء على مستوى جبهة تعز أو على مستوى جبهة الساحل الغربي. هذه المعركة ستحدد مستقبل ومصير المعارك القادمة خلال الأيام والأسابيع القليلة. نعم. هناك معركة أيضا تجري في الوازعية والنبيل، ما أهميتها وعلاقتها بما يحدث في معركة الساحل؟ أولا إشكالية هذه المنطقة أنه منطقة جبلية وسلسلة جبلية تمتد إلى قرب الساحل تماما. يعني ساحل باب المندب والمخا يختلف عن السواحل الأخرى في أنه محاط بسلاسل جبلية وعرة وتكاد تكون خالية من السكان، وبالتالي وقريبة جدا من البحر. يعني مثلا ممكن يعني إذا في مجموعة من المقاتلين ومعهم عدة أسلحة بسيطة ممكن يتحكموا بحركة الملاحة البحرية من هذه السلسلة الجبلية التي تطل على طريق الملاحة وتطل أيضا على مضيق باب المندب، وبالتالي يتحصنونهم. القوات الميليشيات هربت من السواحل نتيجة لانكشافهم أمام الأباتشي وأمام الجيش المقتحم للمنطقة، وتسللوا إلى المناطق الجبلية وتحصنوا فيها. الآن من هذه الجزء منها هي المنطقة الوازعية، منطقة الوازعية قريبة من ذباب وقريبة أيضا من المخا، وبالتالي يتم بعد أن هزموا في المناطق الساحلية عادوا إلى الجبال، أن يتم تطهير هذه المناطق من أجل الانقضاض والعودة إلى منطقة الساحل مرة أخرى إلى مدينة المخا تحديدا. نعم أستاذ، يعني قائد المنطقة العسكري قال أن ذباب باتت محطة انطلاق استراتيجية لتحرير المخا، ما الذي تعنيه المخا من الناحية الاستراتيجية برأيك؟ المخا تاريخيا كان يقال عنها المستشرقين أنها مفتاح اليمن، أعتقد أنه مقولة للمستشرق نيبور الدنماركي قال أنه المخا هذه مفتاح اليمن، وهناك يعني ندف تاريخية وشذرات تاريخية تتحدث أيضا عن وجود مدينة مطمورة في هذه المخا. يعني نحن نتحدث عن المجال والبعد التاريخي، لكن اليوم أيضا المخا هذه المنطقة التي كان يفترض أن تكون درة اليمن الآن منطقة تم تهجير أبنائها وتم طرد المستثمرين منها وطرد السكان منها. تخيلي مثلا على أقرب، هي مدينة تبعد عن تعز أقل من 50 كيلومتر، لكن كان يفترض أن تكون من أزهى المناطق السياحية بالضبط، لكن يعني الآن يعني مثلا أنا بنت تعز يعني في حياتي كلها زرت المخا مرة واحدة، وهي منطقة جميلة جدا، وهي امتداد أيضا لوديان زراعية خصبة في الوازعية وموزع
مناطق خصبة زراعيا وأيضا قريبة من البحر وقريبة أيضا من سلسلة المرتفعات الجبلية التي الكثيفة بالسكان في مناطق جبل حبشي ومقبنة وشميرة. هي مناطق يفترض أنها تكون قبلة للسياحة والاستثمار والتجارة، لكنه تم تحويلها إلى عبارة عن سجن كبير. هذه المنطقة يمنع الاستثمار فيها، يمنع الاقتراب منها، ما تبقى من سكانها فيها قليات بسيطة وقليلة لا يستطيعون مواجهة شلف العيش في هذه المدينة المنكوبة التي تحولت إلى وكر من أوكار التهريب على مستوى العالم وليس فقط على مستوى اليمن. هل هذا أحد الأسباب أستاذ نبيل للتمسك بهذه المنطقة، أنها يعني مرتبطة بشبكة تهريب تابعة للمخلوع وربما هي أحد الأسرار التي تحدث؟ هذه واحد من الأسباب، لكن لا نستطيع أن نقول أنه السبب الرئيسي، لكن واحد من الأسباب الرئيسية التي تجعل استماتة هؤلاء الميليشيات بالبقاء في هذه المدينة. فضلا عن ذلك أنه جزء من الاستراتيجية القائمة اليوم هو أنه وجود هذه الميليشيات بالقرب من مضيق باب المندب يعطيها أهمية بالنسبة للقوى الدولية، أنه ممكن نتعامل، ورأينا كيف تم استهداف بارقات واستهداف في الأشهر الماضية، وبالتالي كان يعني الميليشيات وعلي عبد الله صالح يدركون أنه أو يتوهمون أنه من خلال وجودهم في هذه المنطقة ممكن أن يقايضوا اعترافا دوليا بهم مقابل أن يحموا طريق التجارة والملاحة الدولية، لكن اليوم أنا باعتقادي أنه فاتهم الكثير في ظل عدم اعتراف الناس بهم وفي ظل هزيمتهم وأيضا تراجع الانقلاب في كثير من الجبهات، وهم اليوم هي معركة بالنسبة لهم معركة مصيرية. وهذه المعركة المصيرية تتطلب أيضا من قبل قوى التحالف ومن قبل الشرعية أيضا أن تكون معركة بالنسبة لهم معركة وجود، لأن اليوم لازلنا اليوم على المعركة في معناها البسيط والمركب هي معركة بين قوى الشرعية وقوى التحالف وميليشيات علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي. لكن من يعني إذا ما طالت أمد المواجهات ربما قد يطرى جديد فيما يتعلق بتدخل مباشر من بعض الأطراف الدولية كإيران بطريقة مباشرة، وهي لا تتدخل بطريقة مباشرة إلا في الحالة السورية، لكن ربما قد إذا ما طالت المعركة هنا قد يتم التدخل، لأن إيران هدفها المركزي والاستراتيجي من اليمن هو مضيق باب المندب، فلأنها تسيطر على مضيق هرمز. فإذا ما يعني أذكر أنا مقولة لأحد الاستراتيجيين الإيرانيين يتحدث على أن مضيق باب المندب، من يمتلك مضيق باب المندب لا يحتاج إلى قنبلة ذرية، هو يتكلم كذا، يعني نحن لسنا محتاجين لقنابل نووية لكن محتاجين أن نسيطر على طريق على مضيق باب المندب. وهذه ربما الأهمية التي لم يستوعبها أحد، مع أن الرئيس هادي تحدث في إحدى المرات على وركز وشدد بدرجة رئيسية على مسألة باب المندب أنها تمثل يعني أهمية استراتيجية كبيرة ويجب عدم التفريط بها. لكن على المستوى العملي على الأرض أنا باعتقادي أنه كلما تأخرت المعركة كلما لم يكن ذلك في صالح استعادة الشرعية في اليمن. نعم، ولكن يعني نحن نتحدث هذا الحديث بعد سنتين، يعني هو هذا السؤال تأخرت الذي أصلا، يعني هي تأخرت كثيرا، لكن هذا التأخير ربما أيضا قد أعطى الدرس الكافي لمسألة استمرار زخم المعركة. اليوم المعركة يعني المعلومات اللي اتصلنا من الداخل من أرض المعركة، معركة يعني معنويات الناس بارتفاع شديد وعندهم الحماس الكافي لتحرير الساحل كله وليس فقط باب المخا أو ذباب أو الجديدة كما يسموها. لكن أيضا نحن نتمنى ألا يكون هناك معيق ماء في قادم الأيام في هذه المعركة، لأنها معركة مصيرية سيتقرر عليها مصير صنعاء ومصير غيرها من يعني لو بعد ذباب والجديدة ومعسكر العمري أيضا كل هذه المناطق التي تم تحريرها، إذا ما تم تحرير المخا أيضا، ما هي الإضافة التي ستشكل في سير المعركة؟ لا شك أنه إذا ما تم التقدم بشكل وتطهير مناطق الوازعية، جبال الوازعية وبعد ذلك مقبنة ومناطق ذباب، لا مناطق ذباب هي أشبه بمناطق ساحلية من السهل السيطرة عليها، لكن الدخول إلى المخا يعتبر خطوة عسكرية كبيرة، لأنها تعتبر لرمزيتها وتعتبر أيضا يعني مكانتها بالنسبة لمحافظة تعز أيضا، وهي تعتبر منفذ وحيد على البحر لتعز. وبالتالي إذا ما سقطت المخا وتقدمت المقاومة والجيش الوطني من تعز باتجاه المخا، يكون قد تم تحقيق جزء أكبر من المعركة، ليتم بعد ذلك، لأنه كثير من جهود المعركة اليوم في تعز تنصب على الجبهة الغربية، والجبهة الغربية التي اليوم تمتد أو تتقدم باتجاه المخا.
فإذا ما تحرر هذه المنطقة ستكون قد أغلقت جبهة من الجبهات الخطيرة ليتم التفرغ للمعركة الشرقية، معركة الحوبان وما بعدها بالنسبة لمعركة تعز أيضا. نعم، هل تتوقع بعد أن تتم السيطرة على المخا ستستكمل تحرير تعز بهذه الكيفية وبهذه الصورة؟ أنا باعتقادي بالنسبة لهذه المهمة التي هي موكلة بدرجة رئيسية للتحالف العربي وللمقاومة في المناطق الجنوبية بدرجة رئيسية، بالنسبة لمعركة تعز أيضا المعركة في تعز لا تحتاج إلى تدخل مباشر من التحالف العربي فيما يتعلق بوجود قوات على الأرض. المعركة في تعز تحتاج إلى قرار فيما يتعلق بعملية تسليح نوعي للمقاومة وتسليح والجيش الوطني في تعز، ونستطيع أن نقول أنه لم يعد هناك مقاومة بالمعنى الشعبي الموجودة اليوم. أصبح كل ما موجود في تعز ينضوي تحت ثلاثة ألوية عسكرية تابعة للجيش الوطني، وبالتالي رفض هذه القوات أو هذه الألوية بأسلحة متطورة ونوعية أنا باعتقادي فقط هي العامل الرئيسي والجوهري في مسألة عدم الحسم فيما يتعلق بمعركة تعز بدرجة رئيسية. نعم، إذا أستاذ نبيل، يعني على تخوم المخا والمناطق المحاذية لهذه المعركة، كيف بالإمكان تجنيب المدنيين الأضرار التي قد تلحق بهم جراء المعركة، خاصة نحن نعلم كل من سحب الحوثي من منطقة زرعها بالألغام؟ المواطنون دائما هم ضحايا أبرياء دائما لمثل هذه المعارك، لكن باعتقادي أيضا أنه ليست هناك كثافة سكانية بدرجة كبيرة ممكن يعني كالموجودة في تعز مثلا أو في بعض المناطق ضواحي تعز لأنها مأهولة بالسكان بشكل كبير. كما قلت لك أن في ذباب والمخا وهذه المناطق لا يوجد كثافة سكانية، وبالتالي ممكن من السهولة بمكان أن يسحبوا أو أن يتم تحويلهم إلى مناطق أخرى، أن يلقوا إلى مناطق أخرى تجنبا لمثل هذه الاحتمالات في مصير المعركة. وهذا باعتقادي يكون أولوية قصوى بالنسبة للمواطنين في هذه المناطق، أن يتم تجنيبهم هذه الويلات من خلال سحبهم إلى مناطق أخرى ودعمهم يعني بما يحتاجون إليه من لوازم الحياة الضرورية. نعم، تحدث أستاذ نبيل عن يعني شغف الناس بهذا التحرير وسعادتهم ومعنوياتهم العالية التي يودون أيضا المشاركة بها، يعني المحطة التي ستكون في طريق الجيش وهو يتقدم نحو المخا، كيف يمكن تجاوزها بالتنسيق مع الحاضنة الشعبية للجيش والمقاومة؟ الحاضنة الشعبية يعني هي سلاح في حد ذاته، يعني هذه الميليشيات تقاتل في غير حاضنتها الشعبية وصمدت هذا الصمود كله حتى هذه المرحلة، ليس نتيجة لحب الناس لها ولكن نتيجة للقمع ونتيجة أيضا لسياسات ممنهجة قديما تم يعني اتخاذها في هذه المناطق. تم تهجير ناس من هذه المناطق، يعني ناس كانوا راحوا واشتروا أراضي واستثمروا في هذه المناطق وتم طردهم من مناطقهم، وبالتالي الآن الحاضنة الشعبية في هذه المناطق الآن لديها تجربة أليمة مع مسألة أنه تم حرمانها، ليس فقط مثلا من مسألة الاستثمار أو مسألة التعايش في هذه المناطق، بل أيضا تم حرمانها أيضا من حقها في الحياة، يعني لا وجود لمدارس في هذه المناطق، لا وجود لطرقات، لا وجود لمستشفيات، لا وجود يعني كل ما يتعلق بالحياة، يعني على قدر اليومية. ما هي جوهرة حقيقية. نعم. على في تلك المنطقة يعني هناك إهمال غير عادي، إهمال متعمد، والناس يعني لا يوجد تعليم في هذه المناطق، يعني من يتعلم في هذه المناطق يعتبر من يعني خدموا القدر كثيرا يعني. وبالتالي الحاضنة الشعبية في هذه المناطق حاضنة منتقمة من الميليشيات ومرحبة بمسألة التحرير، وهي قاد يعني وأيضا من المعلومات التي لدي الكثير من الشباب الذين من أبناء هذه المناطق قد الذين تم يعني قد نزحوا منذ الأيام الأولى للحرب وانضموا إلى جبهات القتال في تعز، وجزء منهم أيضا انضموا لعملية تدريب في العدن، وهم الآن من ضمن الجيش الوطني الذي يقاتل في هذه المناطق. نعم، إذا لو عدنا لأهمية باب المخاص نبيل وشافي على باب المندب، تحدث أن إيران تجد في هذا المضيق يعني أهمية قصوى بالنسبة لها، هل يمكن أن تفرط به بهذه السهولة؟ أولا أهمية باب المندب هو ينبع من الاستخدام اليومي لهذا الممر الذي يمر فيه ما يقارب 3 مليون و800 ألف برميل نفط يوميا، تمر في هذا المضيق يعني سنويا ما يقارب 21 ألف سفينة تجارية ونفطية، أي ما يقارب 27 أو 57 سفينة يوميا. يعني نحن في أهم منطقة من مناطق الملاحة الدولية على الإطلاق، وبالتالي هذه الأهمية هي ما جعلت الجميع ينظر إلى المخا وينظر إلى
منطقة باب المندب على أنها يعني نقطة استراتيجية لمن يستطيع الوصول إليها والسيطرة عليها. وبالتالي إيران عندما وكلت الحوثيين بهذه المهمة وكلت علي عبد الله صالح، هي كانت تدرك أنهم قادرين على أن يستمروا وأن يسيطروا على هذه المناطق. لكن اليوم أنا باعتقادي أنه هذا الوهم بدأ يتبدد لدى الإيرانيين، لكن من يضمن عدم تورط الإيرانيين أيضا في استماتة يعني هذه الاستماتة الموجودة في الأرض؟ هي جزء من هذا الدعم الكبير للإيرانيين لهذه الميليشيات وتهريب الأسلحة عن طريق الساحل الغربي، وأيضا هذه يعني لديهم أسلحة جديدة حرارية التي يتم بها استهداف الدبابات والمدرعات، هي أسلحة لم تكن لدى هذه الميليشيات منذ البداية. نعود لهذه النقطة سيد نبيل بعد أن انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي هل تسمعني؟ مرحبا بك معنا أستاذ عبد الهادي. لو بدأنا معك عن أهمية المعركة نفسيا واقتصاديا، معركة المخا على صعيد اليمن بشكل عام وإقليم الجند بشكل خاص. بالنسبة لمعركة المخا بشكل عام أعتقد لها أكثر من أبعاد غير البعد، هناك بعد نفسي هناك بعد استراتيجي، لكن البعد الأهم ربما هناك لها بعدا داخلي. أولا هذه المعركة استطاعت بشكل أساسي أن توحد قوات الجيش وتدفع بالجيش الذي كان في المحافظات الجنوبية في محافظتي لحج وعدن إلى التدفق إلى محافظات تعز التي كانت جزء من المحافظات الشمالية. أسقطت هذه المسألة كل الرهانات على أن هنالك تجزئة جغرافية للجيش، وأثبتت أن هذا جيش يتبع دولة مركزية أيا كان نظامها، أكان نظاما اتحادي أكان نظاما من حلقة أم من حلقتين، هذه المسألة هنا واضحة، وهذا أيضا يقتضي توجيه الشغل لهذه القيادات. كيف يمكن أن تؤثر هذه المسألة؟ نعم، كيف يمكن أن تؤثر هذه المسألة سياسيا وعسكريا أستاذ عبد الهادي؟ هذه المسألة سياسيا وعسكريا تعزز ثقة الجيش في المواطنين، ثقة المواطنين في الجيش أولا، أيضا تسقط الرهان من أن الدولة التي كان أسقطها الانقلاب أصبحت اليوم لها جيش وطني ممتد، هذا الجيش لديه الاستعداد أن يتبع هذه القيادة التي تتحرك به كقيادة دولة، وليس جيشا كما بدأ يروج له الانقلاب أنه جيش للمحافظات وهناك تمزيق للجيش. هذا الجيش الذي ما زال في طور التكوين رغم النقص الكبير في مهامه اليوم يلتحم تلك الألوية التي تكونت في محافظة عدن ولحج والضالع أيضا، وتلك الألوية التي تكونت في محافظة تعز هي اليوم على خط النار. هذه الألوية أول عملية توحيد بين الجيشين لهاتين للثلاثة للأربعة المحافظات، وهو جيش أثبت أنه لا زال يتبع المنطقة العسكرية الرابعة، أي أن الجيش المبني جيشا وطني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. إذا هل سقطت يوجه بقيادة هذه بقيادة هذا الجيش سواء القيادة الميدانية في الألوية الثلاثة المتواجدة غرب محافظة تعز بشخصياتها المعروفة، أو أيضا لمن قدم نفسه شهيدا للوطن يعني الشهيد عمر الصبيحي الذي سقط في هذه المعارك وهو شهيد للمحافظات جميعا وللجمهورية اليمنية قبل ذلك. هذا جانب. الجانب الثاني أن هذه المحافظة أو تعزيز في هذه المحافظة الذي استطاع في خلال أربعة أيام وهذا اليوم الخامس أن يحضر مديريتين هي من أكبر المديريات من حيث المساحة، ولم يبقى في القسم الساحلي لمحافظة تعز سوى مديريتين، هي ثلاث مديريات ضباب ومقبنة وأيضا مديرية المخا، وبالتالي يستقبل هذا القسم الساحلي، وهنا تصبح الأهمية الاستراتيجية للجمهورية اليمنية هي تحت سيطرة السلطة الشرعية. هذا أولا. اثنين، هذا يعزز الجانب النفسي أبناء محافظة تعز الذين دخول قوات أكثر نظامية وأكثر تدريب سوف يعزز من قدرة الجيش الوطني في محافظة تعز ويضع أمام اختبار حقيقي في كيف يتصرف بدلا من مقاومة كجيش نظامي بكل معاني الكلمة من معنى. نعم. من حيث تدريب، من حيث الإعداد، من حيث الاندماج، من حيث القيادة الموحدة، من حيث العمل كنطاق عمل آخر كسرايا ككتائب كمعسكرات، وهي نعم. الخطوة الثانية
أما من حيث الخطوة الثالثة فهذه المنطقة هي منطقة استراتيجية تفتح محافظة تعز بشكل عام على البحر الأحمر أولا، وتنهي حصار هذه المحافظة خارجيا الذي كان يفرضه الحوثي طوال الفترة الماضية، كان يفرض حصارا خارجي وحصارا داخلي أيضا عندما أطلق على المحافظة، إذ لم يبقى لها سوى منافذ جبلية وعراء تربطها بمحافظتي لحج وعدن. نعم أستاذ عبد الهادي، يعني لو عدنا لموضوع الجيش ولحمته الجغرافية، برأيك هل سقطت مراهنات الانقلاب على حالة الانشقاق الجغرافي وأصبحت يعني الكتلة اليمنية متماسكة في مواجهة الانقلاب والاجتياح؟ أثبت الجيش اليمني اليوم على مدار 5 أيام أنه أكثر تماسك وأكثر انسجام برغم البنية المختلفة لهذا الجيش في المحافظات، وبالتالي هذه أول تجربة لما يمكن أن نسميه من الآن بالجمهورية اليمنية الاتحادية التي ننشد لبنائها حسب ما هو متفق عليه في مخرجات الحوار أولا، وبالتالي أن المرحلة القادمة لا خوف عليها كثيرا. سقطت كل المراهنات فيما كان يراهن عليه الانقلاب الذي كان يسعى إلى إيجاد عصبية جغرافية محددة تهيمن على الجمهورية اليمنية، وظلت كذلك منذ قيام الجمهورية إلى اليوم. هذه مسألة نفسية، وأعتقد أن هذا الجيش لو تقدم ربما إلى مدينة تعز قد يستقبل استقبالا جماهيريا حافلا وبشكل كبير، وبالتالي قد تزال هذه المسألة تزيل بشكل عام ما كان قد بناه النظام كحواجز نفسية بين المحافظات أولا وبين مفاهيم ما كان يعتبره شمالا وجنوبا، وهذا السبب الثاني في استماتة الميليشيات للاحتفاظ بهذه المنطقة وارتكاب تلك المجازر وارتكاب حالة الترويع التي هي قائمة. نعم، إذا على صعيد التاريخ والجغرافيا أستاذ عبد الهادي، ما الذي تشكل هذه المعركة معركة المخا من وجهة نظرك؟ أعتقد أن معركة المخا إذا حسمت أعتقد أن 65% من معركة تعز حسمت تماما، وبالتالي لم يبقى إلا قسما بسيط في المنطقة الشرقية من هذه المحافظة في المحور الشرقي الممتد من السريقة على محافظة لحج وانتهاء بمنطقة الحوضان والقاعدة، وهي المنطقة التي تعتبر قاعدة عسكرية لجماعة الانقلاب طوال الفترة الماضية باعتبار أنها جرفت الدولة وأصبحت كأنها تمتلكها، إضافة إلى أهمية هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية. النظام الانقلاب نفسه مد ذراعيه أشبه بالإخطبوط على هذه المحافظة وبالذات في خاصرتيها الاقتصاديتين سواء في ميناء ذباب وميناء المخا وأيضا باب المنداب وفي المنطقة الشرقية في منطقة الحوبان حتى كرش. نعم، جرى إطباق منظم على هذه المحافظة أولا من الناحية الاقتصادية والثاني كناحية استراتيجية. نعم، هذا الإفلاس سوف يؤدي إلى تقطيع أحد أيدي الإخطبوط المحيط بالمحافظة من الغرب، وبالتالي سوف تحرر الكتلة السكانية الكبيرة ويسهل اندفاعها شمالا إلى محافظة إب لاستكمال تحرير إقليم الجند وبالشمال الغربي باتجاه محافظة الحديدة أو على الأقل باتجاه المناطق المعروفة بحيث الخوخاء حيث جديد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أستاذ نبيل أنت أستاذ المشاهدين، اسمحوا لنا أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، طرح الأستاذ عبد الهادي نقاط مهمة ربما وركز على مسألة توحيد قوات الجيش جغرافيا، ويعني أن هناك تكتيك جغرافي أصبح هذا الجيش يتبع دولة مركزية مما يعزز ثقة المواطن بالجيش. ما أولا هذه المسألة في غاية الأهمية والخطورة، الانقلابيون حينما انسحبوا المناطق الجنوبية هم عززوا تواجدهم في المناطق الشمالية وبنوا هذا التواجد على مسألة الانشقاق الجغرافي بين الشمال والجنوب ومسألة الحساسية التي كانت بدأت تنشأ فيما يتعلق بالمقاومة الشمالية ومقاومة الجنوبية. أنا باعتقادي اليوم لحمة ما يسمى بالجيش الوطني استطاع يعني معركة الحوبان أو معركة عفوا المخا هي اختبار حقيقي لكسر رهان الميليشيات التي تراهن في بقائها في الشمال على مسألة ليس بقاها في الشمال فقط وإنما في هذه المرحلة هي تخطط أن تكتفي بالشمال، لكن بعد ذلك هي تخطط أيضا أن
تسعى لالتهام المناطق الجنوبية. يعني دائما الإمامة كانت تفكر انه دائما انه يعني حلمها ليس لا يتوقف في اطار الحدود الجغرافية للحاضنة المذهبية لها. الإمامة دائما تفكر ان تتمدد كخلافة ودولة حاكمية إلهية تتمدد في كل البقاع والجغرافيات. هذه إشكالية خطيرة تغيب عن كثير من المتابعين والمراقبين للشأن في اليمن في مسألة البعد العقائدي والأيديولوجي للميليشيات الانقلابية. الجانب الآخر أيضا فيما يتعلق بالكتلة السكانية الأكبر وهي منطقة تعز وإب، حسم معركة المخاء سيطلق يد هذه الكتلة السكانية. هذه الكتلة السكانية اليوم جزء كبير جدا منها مرتهن لحالة الانفلات ولحالة غياب الدولة في هذه المناطق، لكن حينما تتحرر هذه المناطق وخاصة المخا وامتدادها بعد ذلك تحرر المنطقة الغربية بتعز وصولا إلى المخا، هذا سيؤدي إلى تعزيز ثقة هذه الكتلة السكانية بأهمية الجيش الوطني وأهمية القيادة الحالية، وستجعلها يعني تغامر في مسألة الانطلاق إلى استكمال التحرير في بقية المناطق وخاصة في منطقة إب. إب التي كبلت بكثير من تراكمات الماضي ومسألة يعني الحاضنة الجغرافية المشيخية التي عبارة عن امتدادات يعني مذهبية وامتدادات قبلية وطائفية لفكرة الميليشيات الإمامية في المناطق العليا. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي هذه المعركة ستساهم بشكل كبير جدا على إيجاد ثقة كبيرة بالجيش الوطني وإيجاد ثقة كبيرة أيضا بالحكومة وإيجاد ثقة كبيرة أيضا بالتحالف العربي، وبالتالي سيعزز وسيوسع من مسألة ثقة الحاضنة الاجتماعية بالجيش الوطني وبالمقاومة الشعبية، وسيجعل الجميع يندفعون مثلا الساحل الكبير ساحل التهام الممتد من المندب أو من المخا إلى ميدي. هذا الساحل يعيش ما أشبه يعني بمناطق محتلة بكل ما تعني الكلمة معنى، يعني مناطق يعني استغل أهلها خلال سنوات العقود الماضية وتحويلهم إلى سخرة لمناطق لمراكز قوى ونفوذ من غير مناطقهم. وبالتالي هؤلاء الناس اليوم عندما يشهدون وجود الجيش الوطني وجود الدولة بآلية جديدة وفهم جديد لمسألة السلطة في اليمن وهي اليمن الاتحادي، لا شك أنه سيدفع هؤلاء الناس إلى الانضمام للجيش الوطني والقيام بثورة شعبية عارمة ضد هذا السرطان الموجود من قبل القوى الانقلابية والمتمثل باحتلالهم لكثير من المناطق في الساحل التهامة. نعم، إذا ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد النقيب. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. أيوة نعم أستاذ محمد تسمعني؟ أيوة صحيح أسمعك. نعم أستاذ محمد، يعني لو حدثتنا عن أهمية معركة المخا بالنسبة للمقاومة والجيش الوطني. فقدنا الاتصال، لا بأس نحاول التواصل بك من جديد. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني هناك نقطة أيضا تحدث عنها الأستاذ عبد الهادي وهي تحرير مديريتين خلال أيام، تبقت ثلاث مديريات، وعزى بهذا الأمر نحو أن الجيش قواته توحدت وجغرافيا يعني على الأقل، وأنه إذا ما استمروا على نفس الوتيرة ربما يعني تنقلب سير المعركة تماما خلال أيام. هل تتفق مع هذا الرأي؟ أنا أتفق كثيرا مع ما طرحه الأخ عبد الهادي العزعزي في هذه النقطة بالذات، أنه الانقلابيون دائما يعني يشتغلون ليس على المسار العسكري فقط وإنما على المسار النفسي، وهي مسألة إيجاد تباينات وشروخات اجتماعية جغرافية بين الشمال والجنوب وبين مطلع ومنزل وبين الشافعي، يعني هذا الشغال موجود بشكل كبير جدا. لكن حينما تحضر الدولة بهذا الشكل البسيط من خلال الجيش الوطني من خلال عملية استعادة الدولة ومؤسساتها في هذه المناطق التي تخضع لسلطة الانقلاب، لا شك أنه هذا يؤدي إلى حسم ما يقارب 50% من آليات وأدوات المعركة. الآليات وأدوات المعركة ليست فقط اقتتال عسكري وأسلحة، الجانب المعنوي والجانب النفسي والجانب السياسي والثقافي هو جزء مهم جدا في هذه المعركة. يعني حالة التيه الموجود اليوم بين التي نشأت نتيجة للمقاومة والتحرير في المناطق الجنوبية أيضا والمناطق الشمالية، أوجدت نوع من التباين ونوع من الخوف والمواربة بين الطرفين. نعم. يعني فجعل كل نعود لهذه النقطة أستاذ نبيل بعد أن نأخذ معنا أيضا الأستاذ محمد النقيب مدير مكتب وزارة النقل في تعز. مساء الخير أستاذ محمد.
مساء الخير عليكم وعلى ضيفك الكريم وعلى جميع السادة المشاهدين. أهلا بك معنا أستاذ محمد، نود أن تحدثنا عن الأهمية الحيوية لمنطقة المخا فيما يتعلق بأمور، يعني تعلم أنها مشرفة أو مطلة على باب المندب وهي المشرفة عليه من ناحية أمور النقل والتوزيع أيضا، وإلى ما إلى ذلك من أهمية حيوية لهذه المنطقة. أهمية ميناء المخا هي أهمية يعني كبيرة جدا، وهذا الميناء الذي تم إهماله من قبل عهد المخلوع وتم تجاهل إعادة تفعيله ليقوم بالدور المناط به لخدمة المحافظة أو محافظات أخرى مجاورة، كون ميناء المخا من الموانئ المهمة، وكذلك هذا الامتداد الذي يبلغ قرابة 90 كيلومتر من باب المندب حتى ميدي الأهمية بالغة، كون هذه المنافذ البحرية استغلت الميليشيات تواجدها في الاتجاه المقابل لإمدادها ببعض الاحتياجات من خلال تهريب بطريقة أو بأخرى، ومن خلال شبكة عملت على إيصال كثير من الاحتياجات التي تعمل على إطالة أمد بقائها أو إسنادها بالأسلحة النوعية. فأهمية السيطرة على استعادة هذا الميناء الحيوي الهام لها بالغ الأهمية، كون السيطرة والاستعادة كون الاستعادة ستعمل على قطع الأنفاس على الانقلابيين والحيلولة دون بقاء هذا الإمداد وعلى الحبل السري الذي يوديهم بالبقاء والاستمرار بإيذاء الشعب. نعم، وعلى المستوى الإغاثي أستاذ محمد، يعني ما الذي يمكن أن يقدمه الميناء وتسهيل حركة النقل أيضا؟ بدون أدنى شك، سبق في لقاء جامع لأبناء محافظة تعز وحضور محافظ تعز السابق شوقي أحمد هائل بأنه لوح ذات مرة بأن تعز مدينة يعني ساحلية ولديها منافذ، ومن خلالها تستعد من خلالها سيتم وصول الكثير من الاحتياجات والمؤن والإمداد والتمويل بمختلف المستويات، سواء عمل في الجانب العسكري أو في الجانب الاقتصادي والتجاري، وهذا الذي جعل النظام المخلوع يحل دون تفعيل هذا الميناء وإدخاله في إطار خدمة يعني من ضمن الموانئ المهمة. فأهمية ميناء المخا بالغة وأهمية استعادته بالغة، ونأمل أن لا تتوقف هذه العملية في دون أن تنجز الأهداف المرسومة لها، لكون هذه العملية الرمح الذهبي لها بالغ الأهمية، وهذا الشريط الساحلي له بالغ الأهمية على تعز وعلى كل المناطق الجنوبية الممتدة، ونحن نأمل أن تستمر هذه، ونحن نرجو من القيادة السياسية ومن قيادة التحالف أن تصمم وتعزم على الاستمرار، لكون هذه المساحة التي ينبغي أن تخضع للشرعية ستفك الحصار عن تعز وستفتح مجال واسع لاستعادة مناطق أخرى وستقطع عن الميليشيات الانقلابية الحبل السري الذي يوديها وستضرب معنوياتها بمقتل، وآثار هذا الانتصار سيمتد على المستويات الجبهات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، أهمية استعادة من المخالي محافظة تعز سينعش الحركة التجارية وسيساعد بشكل كبير لأن تقوم أجهزة الدولة بمحافظة تعز بدورها، لأنها ستجد المتنفس ولأنها ستجد المتاحات الممكنة للقيام بدورها الذي ينبغي عليها أن تقوم به، سواء كان أم لم يكن، لأنها مطالبة القيادة بمختلف فئاتها أن تنهض بدورها الإداري وترتيب الوضع الداخلي والتي نعم أستاذ محمد يعني استكمال تحرير المحافظة. نعم أستاذ محمد، حدثنا أيضا عن الحاضنة الشعبية للجيش الوطني والمقاومة في هذه المنطقة.
حقيقة المناطق الساحلية بطبيعة الحال كانت مغلوبة على أمرها، وتم تسليط مراكز قوى سلبتها جزء من حرياتها، وهذا الذي جعل فيها المقاومة نسبية حاضرة المقاومة لكن ليست بالشكل المطلوب نتيجة للبيئة. ومعروف المناطق الساحلية أنها تكون ذات مستوى معين يعني استغل من قبل هذه الميليشيات، وأبعث العامل المناوئ للانقلاب الآن يعاد استعادته من خلال هذا الإسناد والمؤازرة، وموجود على الأرض إسناد مقاوم من أبناء تلك المناطق، وهو في ازدياد مستمر سواء في المناطق التي الممتدة من الوازعية وذباب وموزع والمخا أو غيرها. يعني الآن الانتصارات التي تحقق في مقبانة لها صدى في شميد، ولها صدى في شرعب، ولها أصداء ستحاصر المحاصر، والأيام القادمة نأمل إن شاء الله ستكون حبلى بالمفاجآت والمسرات على مستوى تعز أو على غيرها من الجبهات المشتعلة التي تستعيد هذا الوطن الجريح بفعل انقلاب 21 أيلول الأسود. نعم، إذا شكرا جزيلا لك محمد النقيب، وكيل مدير مكتب وزارة النقل في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة لك أستاذ نبيل، بالعودة للنقطة التي كنت تتحدث فيها عن أهمية تلاحم الجيش الوطني بهذا الشكل، ما هي توقعاتك لطبيعة سير المعركة في الأيام القادمة؟ هل أصبح الطريق سالكا إلى المخا أم لا؟ الطريق سالكا إلى المخا وإلى صنعاء أيضا، وليس فقط إلى المخا. متى ما أرادوا ذلك. نتمنى إنه هذه المعركة تكون معركة الدرس الأخير، بمثابة عدم تكرار الإخفاقات السابقة وعدم اقتناص الفرص. نحن أمام تحولات سياسية عميقة فيما يتعلق بالقوة الدولية، في القوة الدولية بدرجة رئيسية. يعني نحن مع تغير وتبدل الإدارة الأمريكية أيضا هناك تحول في السياسات الروسية، هذه كلها ليست في صالح طول أمد المعركة في اليمن، لأنه كلما مضى الوقت ولم يحسم حسم نهائي مسألة استعادة الشرعية وسقاط الانقلاب، كلما كان ذلك في صالح الانقلاب وليس في صالح الشرعية. نعم، إذن يعني يفترض أن يستغلوا هذه الفرصة وأن يثبتوا أقدامهم في المخا حتى ينتقلوا إلى مناطق. الآن المجتمع الدولي في مرحلة عدم حضور وعدم انتباه كبير لما يجري في اليمن، بالنظر إلى انشغالهم بالصراعات الموجودة اليوم والتاتش الموجود بين الإدارة الديمقراطية وروسيا وأيضا إدارة ترامب. هناك نوع من الغفلة أيضا، والانشغال أيضا بالملف السوري بشكل كبير، وبالحديث العلاقات التركية السورية الروسية فيما يتعلق بالملف السوري. اليمن إلى حد ما الآن مغيبة، أنا باعتقادي أنه الجو مهيئ جدا لإحداث نقلة نوعية. هذه النقلة حتى ما إذا عاد الحديث عن اليمن يجدون هناك تغير في هناك تغير على الأرض، تغير على الأرض هو في صالح استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نبيل البكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من مساء اليمني. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.